היום ערבים ויהודים כדי לזכור את האסון הפלסטיני, את הנכבה, את ההרוגים, את המגורשים מכפריהם, את הנשים על נפשם, שלא ניתן להם לשוב לבתיהם, שהפכו לפליטים בארצם ובמחנות הפליטים בנחר. ביום זה אנו מציינים 66 שנים לכאב ולהשתקה, להיצמדות לקרקע ולהיקראות מעליה, לאיבוד צלם האנוש, לרמיסת הזכויות של אלה שכאן ושל אלה ששם. 530 כפרים פלסטינים נעקרו, ורוב רובו של העם הפלסטיני גורש, חלקו נהרג. ועד היום אלו שנעקרו וגורשו לא אפשרו להם לחזור. 95% מאוכלוסיית הערים, ובסך הכל יותר מ-750,000 הפכו לפליטים. בתי הקולנוע נשארו מיותמים. בתי הדפוס הערביים נחרבו. אולמות התיאטרון והמועדונים נתרוקנו. מספרי הסיפורים בבתי הקפה נדמו. המרחב הפוליטי והתרבותי במזרח התיכון נקרא ופוצל. ערבית הפכה שפה זרה בארצה. זהו אסון שכוננה התנועה הציונית, שנאסר עלינו להכיר בו, לקרוא לו בשמו, אל-נכבה, שעם השלכותיו לא התמודדנו עד היום. בעקבותיו החלו המשטר הצבאי, הפקעת האדמות, אפליה, נישול ודיכוי פוליטי, משטר של שווים ושווים פחות, של אזרחים ואזרחים סוג ב', ובנוסף לכל אלו התמלאו מחנות הפליטים. אנחנו מסרבים לשכוח את הפליטים. כי בני אדם מוטלת עלינו החובה לזכור ולא לשכוח. כי הסיפורים של כולנו שונים, אך לכולנו יש זכות שווה לחיים ולחירות. יזכרו בני ובנות הארץ והקוריאה. יזכרו כל בני האדם. في عام 1948 دمرت أكثر من 500 قرية فلسطينية وتم تهجير حوالي 750 ألف فلسطيني من بيوتهم ليصبحوا لاجئين. معظمهم هجر قسرا من بيته وأرضه. نقرأ على مسامعكم قائمة بأسماء بعض القرى الفلسطينية المهجرة: قضاء عكا، البروة، البصة، قديتا، المنصورة، الرويس، ميعار، كفر برعم، قضاء بيسان، ام عجرة، تل الشوك، ساخنة، عرب الصفا، كوكب الهوى، قضاء غزة، اسدود، بيت دارس، حليقات، عراق المنشية، بربرة، ياسور، خربة الخصاص، قضاء الخليل، تل الصافي، دير النخاس، عجور، مغلس، قضاء جنين، عين المنسي، نورس، زرعين، المزار واللجون، قضاء بير السبع، الجمامة، الخلصة والعمارة، قضاء حيفا، اجزم، خربة السركس، الريحانية، الطنطورة، صبارين، عين غزال وبرة كيساريا، قضاء طبرية، الحمة، حطين، المنصورة، الشجرة ويعقوب، قضاء الناصرة، صفورية، اندور، المجادل ومعلول، قضاء القدس، الكستر، المالحة، عين كارم ودير ياسين، لبتة والولجة، قضاء يافا، أبو كبير، بيار عدس، العباسية، الشيخ مونس، يازور، المسعودية وجليل. كاد نعمود دكا دوميا لتسيون النكبة شايتا ودينا نمشخت. والآن طلاب من جامعة تل أبيب وطلاب بشكل عام رح يحكوا قصصهم الخاصة بالنكبة. أنا محمد خلايلي ابن الجليل الصامدي. هجرنا من البروة عند النكبة، بروتنا الجميلة التي تبعد عن عكا 7 كيلومتر شرقا تقع على تلة. كنا عند النكبة نقدر ب1500 شخص. هجرنا منها قصرا
لجأنا لمجد الكروم التي عايشت النكبة بدورها أمام عيوننا، ومن ثم لجأنا إلى قرى أخرى أهمها لجديد والمكر. أقاموا على أراضينا مستعمرتي يسعور وأحيهود بعد سنة وسنتين من تهجيرنا. التقيت بالحاج وصفي كيال الشاهد على نكبة قرية البرو المهجرة، وعند سؤالي لها ما رأيك بما حدث تناهدت وقالت: بدنا نحكي هالحكاية قصة وما إلها نهاية، على حربك فلسطين وكتاب مؤلف عناي. بدنا نبدأ بالجليل جريح ودمه بسيل، وما مننساكي فلسطين لو بضلش طفل صغير. بدنا نحكي على البلاد هاللي حرقت الأكباد، يلا نادوا على الجهاد تنا نحرر فلسطين. شو ذنب الطفل وامه مات مغرق بدمه، والعالم ما بيهتمه ويا خسارة على فلسطين. وطلعت وين يعنين وبكينا والدمع نازل من العين، وطلعنا من فلسطين وقالوا بس يومين، أتاريها على طول المدى. فلسطين الحبيبة وكيف حالك، وأبكي دم على فرقة إحبابك، ويا حكام العرب هالحكم هالك، وتوصوا شوي بولاد العرب. أيا بروي ويحلالي وين بيتك، على راس الجبل مبني بيتك، وكيف طلعت منك يا بروي وكيف خليتك، خانونا كبارنا وكنا صغار. في البروة لنا بيت، لنا بئر، لنا مدرسة، مسجد وكنيسة، وإن لها حتما العائدون. شمي أحلام شهاب، مشبحة أمي مكفر الدمونش بمحوز عكا، أحراني فلات حيفا عكا في البروة هفجزوت شبيت دمون. هكفر نفال بيولي 48 بشلافة شنيش المفتاع ديكل. سفي شياز بن شموني يتسع بني مشبختو وشقر تشبيل دمون لمساع ندودين. رشيت الكفار كابول هسموخ أحركخ لمعار، ولفسوف لسخنين بهم شهول اللو كرات جاج. عكوريل دمون كابول معار شعب، ولفسوف جام صفوري ישנו בצפיפות במטעי הזיתים הסמוכים לעיר. אם ישמע קולות הירי בסכנין, פרצה אנדרלמוסיה והעקורים המבועלים העמיסו על הבעמות את הילדים והחפצים ונמלטו מהמקום. סבי, אביו ואחותו עזבו את סכנין צפונה והמשיכו לנדוד בין כפרים שונים, ועם תום הלחימה הגיעו בחזרה לכפר קבול הסמוך לאלדמון, בו הם נשארים לגור עד עצם היום הזה. בעקבות המלחמה המשפחתי התפצלה. חלק נשארו במולדת והפכו לפליטים פנימיים, אזרחים שזכויותיהם לא מכובדות בארצם, וחלק גדול התפזר במחנות הפליטים בלבנון. בטקס החאג' במכה אשתקד הם סוף סוף יכלו להתאחד, אם כי רק לזמן קצר, במפגש מרגש בפעם הראשונה מזה 65 שנים לאחר הנכבה. בינתיים בגליל, סבא שלי עובר דרך קבע על פני ביתו הישן, אדמתו שנגזלה ממנו וכפרו העקור, כי מי שמסתכל חסר אונים על פצע מדמם בגופו. أنا فراس البارية، تهجرت عائلة أمي من قرية اللجون. قرية اللجون موقع استراتيجي ومطمع للمؤسسة الصهيونية منذ قيام دولة الاحتلال بسبب موقعها الجغرافي، فهي تقع في الطرف الجنوبي الغربي من مرج بن عامر وتربط بين وادي عارة وحيفا. وشكلت اللجون محطة نقل عامة، إذ نقلت الركاب إلى كل من جنين، نابلس، حيفا ويافا ولكل مكان في البلاد. في تاريخ 30/5/1948 بعد قتل وتدمير دام أكثر من أسبوعين على يد العصابات الصهيونية، هجر أهل اللجون التي بلغ عدد سكانها قبيل النكبة ما يقارب 1200 شخص إلى مناطق مجاورة، والغالبية العظمى تقطن لاجئة في أم الفحم. حتى يومنا هذا ما زال 95% من أراضي اللجون ملكا لأهلها الذين يملكون وثائق طابوا بذلك. على أنقاض اللجون وبعد سنة فقط أقيمت مستعمرة مجدو ومعتقل للأسرى الفلسطينيين. وبكل مرة بكن نروح على اللجون بقى سيدي يأخذنا عند درج البيت الصامت حتى اليوم، وكلنا ممنوع تنسوا. شمي إبراهيم طه، بمكور مع كفار صفوري. ببوكرة 15 ليولي 1948 تكافت هكفار بهفتعاء كوخ تفاقي رجلي. بعرف نصفو على الكاخ جام هفتسات صوت مهافير على يدي متوسيم شل تساهل. לאחר נפילת 73 שהידים, הכפר נכבש ותושביו הועלו על משאיות והוגלו מאדמות הכפר. כוחות הכיבוש הבטיחו לתושבים שלאחר כמה ימים הם יוכלו לחזור לכפר, ולכן הם שמרו את מפתחות הבית עם תקווה לשוב בליבם.
عاد يوم تشافي صفوريا شومري مع المفتخوت هبايت. أدموت صفوريا نتنو لي يشوفيم يهوديم سموخيم وهكنساء لهن نمنعام تشافي هكفار. معتيم هتسليخوا لخزور ولخلاص את הרכוש ורובם הפכו לעקורים, גורל שהם חלקו עם שרי כפרי האזור כמו מעלול ולמג'דל, שגם נחריבו ואדומותיהם הופקעו. סבא שלי נעקר ללבנון, ומבין כל בני משפחתו היה היחיד שהצליח לחזור חזרה, אבל זה לא היה לכפר ספוריה אלא לעיר נצרת הסמוכה שבה נולדתי וגדלתי ובה אני חי גם היום. סבא שלי זכרונו לברכה נפטר לפני שבועיים, ואני גדלתי על זכרונותו וגעגועיו לכפר שהיה כל כך קרוב למקום מגורינו, אך הופקע מרשתנו ולא יכלנו לחזור אליו. בינתיים על אדמות כפרינו הגזולות נבנו יישובים יהודים כמו מושב ציפורי וקיבוץ סוללים, אך בי עדיין קיימת אהבה לספוריה ותקווה לשבטנו. هيا أبو كشك مقيم الآن في مدينة الليك. جذوري تعود إلى قرية أجداد المهجرة قرية أبو كشك قضاء يافا قبل النكبة. تقع أبو كشك على بعد 2 كيلومتر من نهر العوجة موصولة بالطريق العام حيفا يافا. بلغ عدد سكان القرية قبل نكبتها 1300 نسمة، وضمت مدرسة اكتنفت 108 من التلاميذ، ومقاما يدعى مقام الشيخ سعد في شمال القرية. مجموع الأراضي الزراعية زاد عن 16 ألف دونما لزراعة الحبوب والحمضيات. في 15 من أيار عام 1948 سقطت قرية أبو كشك على يد عصابات الأرجون بعد أن قامت العصابات الصهيونية باختطاف 5 من زعماء القرية، الشيء الذي دب الرعب في قلوب أهل القرية رجالا نساء وأطفالا. ثم قامت بشن حملة تدمير للبيوت وتهجير الناس إلى المناطق الساحلية من القرية ليبدأوا قصة نكبتهم المستمرة. على أنقاض قرية أبو كشك تقع اليوم رماتها شارون، صورة من صور طمس وجودنا، إلى أن كل حجر هناك يسرد قصة لم تبرد تفاصيلها بعد. فالذاكرة قاسية عصية على أن تمحي مهما عبرنوا ملامح الأرض ونبرة صوت الريح. ونلاحظ اليوم أن النكبة لا تزال مستمرة، حيث أن هناك مخططات ترمي إلى تهجير واقتلاع ما تبقى من أراضي الفلسطينيين، الأمر الذي من شأنه أن يعيد مشهد التهجير إلى مسرح حياتنا. فمشروع برافر الذي يرمي إلى مصادرة أكثر من 800 ألف دونم من أراضي النقب وقراه غير المعترف بها ضمن سياسة دولة الاحتلال مثلا، يتطابق مع النهج الذي اتبعته قوات الاحتلال في تهجير القرى والمناطق الفلسطينية وتشريد أصحابها. إلى أن ثمة فرق بالمسميات علينا أن نفطن له، إذ أن دولة الاحتلال لا تصور برافر مشروعا ضمن حقوق إقامة هذه الدولة، بل تصوره مشروعا يخدم مصالح المواطنين العرب، وهي لعبة لا تنطلي حيلها على شعب ذاق من الويلات ما أكسبه مناعة التجهيل والضياع. سلام، اسمي وسيم حجو، نولدت بيروشلايم، جدلت بخيفا، وأنا مكفر لوبي. כמו הרבה דברים לא צפויים שקורים לנו, נסיבות החיים הביאו אותי ללמוד בבית ספר יהודי. כמו שאר הילדים בכיתה, התבקשתי בגיל 13 לכתוב עבודת שורשים כדי לגלות מאיפה באתי. בעוד חבריי לספסל הלימודים הביאו סיפורים על אוקראינה, פולין, עיראק ומרוקו, אני גיליתי שהשורשים שלי נטועים פחות מ-100 קילומטר מהמקום שאני נמצא בו, בלובי. בעקבות כך יצאתי למסע גילוי משפחתי שבמרכזו עומד אירוע אחד, הנכבה. משפחתי גורשה כולה מהכפר בשנת 1948, ונושלה מ-4,000 דונם שעדיין שרובים בזיכרון המשפחתי עד כדי כך שלפעמים אנחנו צוחקים על איך לחלק אותם ומי ממשפחה אמור לקבל איזה חלק. אך במציאות המרה, רוב רובה של המשפחתי נאלץ לגלות מפלסטין לסוריה ולבנון, בעוד שסבי וסבתי נעקרו לכפר דיר חנה. אחד הרגעים המרגשים ביותר במהלך הכנת עבודת השורשים היה הרגע שבו ראיינתי את סבתי עיישה, אשר פרצה בבכי
ברגע שהתחילה לספר לי על הבית הישן, על האדמה שהופקעה ועל הדברים שהשאירה בבית מאחור. סבתא ביקשה שלא נשכח את הכפר ואת העקירה ממנו, ואת בקשתה אני מכבד ולא יכול לשכוח. לפני שבוע חזרתי ללובי, שם עמדתי עם דגל פלסטין בגאווה, יחד עם עוד אלפי פליטים פנימיים אחרים, וידעתי שסבתא גאה בי. חלום השיבה ללובי הוא מבחינתי אמיתי ואפשרי, ואני חולם על חיים משותפים על הארץ הזו, אשר יהיו מבוססים על תיקון, שוויון וצדק, ולא על דיכוי, נישול והפקעה. יום אחד אני אשוב ללובי, וילדיי ונכדיי יבנו בה את ביתם, ואני מדמיין שם ילדה קטנה שיקראו לה עיישה על שם סבתי, ואני רואה אותה רצה מחויכת בין השדות בידיעה כי המשפחה שלה חזרה הביתה. أنا رزان طنوس. عائلة طنوس من الليد عائلة عريقة يخصني منها بالذات فرع سليمان طنوس جد أبي. قبيل احتلال فلسطين عام 48 كان معظم سكان مدينة الليد مزارعين وعددهم ما يقارب 25,000 نسمة. عشية النكبة كان لمدينة الليد دورا هاما في المنطقة حيث قاومت وساهمت ببسالة في تحرير قرى سيطرت عليها العصابات الصهيونية مثل راس العين وضواحيها. في تاريخ 14/7 حشدت القوات الصهيونية قوات كبيرة بقيادة الجنرال رابين وقائد القوات داني ماس على مشارف الليد من الاتجاه الشمال شرقي. انطلقت هذه القوات من مستوطنة بن شمن نحو الليد منتهجة أساليب بالخداع والمراوغة. ضمن هذه الأساليب تظاهروا بأنهم جزء من الجيش الأردني حيث لبسوا الحطات الحمراء ولوحوا بها. فخرج الأهالي متلهفين لاستقبالهم وعندها تم إطلاق النار عليهم من كل حدب وصوب. إضافة إلى ذلك ازداد عدد سكان الليد إلى ما يقارب 60,000 نسمة عشية النكبة، وذلك بسبب لجوء وفود من سكان المدن والقرى المجاورة إلى الليد بعد قيام العصابات الصهيونية بتهجيرهم من مدنهم وقراهم باحثين عن ملجأ بهدف الاحتماء. تريد أهالي الليد متخذين جهادا مختلفة معظمها نحو الشرق أي نحو الضفة الغربية والأردن. جد أبي سليمان وعائلته توجه نحو الرملة التي سقطت يوما بعد الليل، وقد تم إطلاق الرصاص عليهم بشكل عشوائي أدى إلى إصابة جدة أبي الحامل فرسان ب 22 رصاصة بكافة أنحاء جسدها، إلا أنها لحسن حظها تمكنت من هذا الهجوم لتعيش عمرا جديدا لكن منكوبة في بلدها. أما ابنها الياس البالغ من العمر 7 سنوات لم يصمد أمام الرصاص الذي اخترق صدره وقتله على الفور. كانت الأجواء مشحونة وتم نقل فرسًا إلى مستشفى ميداني في الرملة. أما الياس فقد دفنه أخوه جدي صليبة البالغ من العمر حينها 14 بالقرب من المنزل ليكون ضريحه شاهدًا على سرقة فلسطين في وضح النهار. بعد النكبة لم يبقى من عائلة طنوس التي هجرت نحو رملة سوى فرع سليمان طنوس، ليبقوا متمسكين براية الصمود أمام الطغيان وسياسته العنصرية. وها أنا اليوم جيل ثالث بعد النكبة أستذكر مجازر مرت بها عائلتي وعائلات عديدة أخرى، ونعد أننا سنحافظ على العهد وأننا لن نكف عن النضال لتحقيق العدالة التاريخية وفي مقدمتها عودة اللاجئين إلى بيوتهم وأراضيهم. شكرا وإن إليه راجعون. ندعو إلى المنصة المهجر أمين محمد علي أبو عرب ليروي قصته. أمين محمد علي من مواليد بنادو علي أبو عرب من مواليد صفوري 1635. صفوري يوم الحم اللي هناك من الحم. صفوري من القرى الكبيرة في فلسطين، من أكبر بلاد في الجليل، ثاني بلد بعد طوباس، عدد سكانها لغاية 48 حوالي 7,000، تملك من الأرض ما يزيد عن 120,000 دلم، وناس عاديين نشيطين. في رمضان سنة 48 يوم 15 ليلة 16 رمضان هجمت صفوري في طائرتين، بدأوا بالقصف واستمر الهجوم. الناس وقت الهجوم وقت الفطور،
ما مددتش ايديها على الفطور، تركت الاكل، طلعت بريت البيوت وتفهم شو السيري. استمر لغاية الساعة 3-3:30 الصبح، كانت البلد محتلة. المجموعة الأكبر من أهالي البلد طلعت بريت البلد. على بنا نص ساعة زمان الناس ترجع. بعد احتلال صفوري لما ينتهى الحرب، استمروا في احتلال باقي القرى في الجليل. بذكر احنا من الناس اللي طلعنا من صفوري، مشينا نمشي والطخ ورانا، وصلنا حدود لبنان بنت جبيل، فوتونا على بيروت، رجعونا على البقاع على بلد اسمها القرعون. ثلاث أمور لا يمكن أنساها في موضوع التهجير. أول أمر، إحنا يومتها طابخين ملوخية، وأهالي صفوري بيحبوا الملوخية، ويومتها ما أكلناش وضروا علينا طبخة الملوخية. الأمر الثاني، وإحنا ماشيين الصبح بقول لأمي يما بدي أكل، قالت لي فيش أكل، بدي أشرب، فيش مي. الأمر الثالث والأهم، في بلد اسمها القرعون سكننا أخت إلي أصغر مني بسنة، مرضت ثلاثة أيام توفت في مرض الصحايا. ثاني يوم من وفاتها فقدنا أمي، ما لقيناهاش، دورنا عليها لقيناها بالمقبرة على القبر. روحنا ثاني يوم نفس الشيء، ثالث يوم نفس الشيء. استمر هذا الوضع حوالي 3 أشهر. يوم أبوي قاعد معنا قال يا أولاد إذا منضل في هاي البلد إمكو تنجن، يا منطلع عبرود يا منروح على فلسطين. قرر هو وخيبته قريبنا إنه نرجع على فلسطين، ورجعنا على فلسطين. أقمنا جمعية المهجرين مده ما يزيد عن 20 سنة، وكان هذا بعد أن رفض منع المفاوض الفلسطيني من طرح قضية المهجرين في الداخل. ومن أهم نشاطات جمعية المهجرين هي مسيرات النكبة، والمسيري الأخير إلى لوبي بعتقد اكتار منكم اللي حضروها. اليوم نتنياهو بطالب بالاعتراف في الدولة، وهو يعتبر ان السلام لن يتحقق الا بالاعتراف في يهودية الدولة. بس احنا بنحب نقوله بالاول، السلام الحقيقي والشامل والعادل والدائم بتحقق بعد ان تعترف الصهيونية في الجريمة اللي اقترفت في حق شعبنا العربي الفلسطيني سنة 48، وتعويضه عن المخاسر والمعاناة اللي عاناها خلال فترة 66 سنة. الأمر الثاني، عودة جميع اللاجئين وعودة جميع المهجرين، وهذا احنا مش جايبين من دار أبونا، هاي قرارات الشرعية الدولية. ولن يكون سلام عادل شامل إلا بهاي الاستحقاقات. وشكرا. قصيدة بدون جواز سفر للشاعر الفلسطيني شهيد الكلمة راشد حسين. بدوني جواز سفر ولدت كبرت، رأيت بلادي تصير سجونا. بدوني جواز سفر فربيت في كل بيت بلادا، وشمس وقمح وربيت فيها شجر. تعلمت أن أكتب الشعر، أن أجعل الناس في قريتي يفرحون. بدوني جواز سفر تعلمت أن الذي سرقت أرضه لا يحب المطر. تعلمت أن الذي سرقت أرضه لا يحب المطر. بدوني جواز سفر وإن عاد يوما إليها يعود. بدوني جواز سفر ولكني أتعبتني العقول التي أصبحت فنادق للأمنيات التي لا تلد سوى بجواز سفر. بدوني جواز سفر أتيت إليكم وثرت عليكم فقوموا اذبحوني. أتيت إليكم وثرت عليكم فقوموا اذبحوني لعلي
أحس بأني أموت بدون جواز سفر. طلابنا وجماهيرنا الكرام، شكرا كثير على حضوركم، يعطيكم ألف عافية. إحنا انتهينا لليوم، الرجاء إخلاء الساحة عن طريق الدخول إلى الحرم الجامعي. شكرا كثير. Yeah.